بتتذكر الشبي اللي كان عم يقدم جنب الدير واجا ابونا ما هان عليه ونيمه هون بالدير؟ ايه تذكرته. مو هذا يوم اللي اجوا الحراميه على الدير؟ ايه هذا الشاب كان هو والسوار عم يحاربوا الفرنساويه، قام تصاوب برجله يا حرام، وابونا بعت لي خبر مشان روح ضمط له جرحه. ان شاء الله جرحه مو كبير. لا الحمد لله، الرصاصه شحطه برجله، الله تلطف فيه. ضمطتي له الجرح؟ ايه ضمطت له اياه، وقام دغري بده يروح. وراح؟ لا وين بده يروح؟ هلا الفرنساويه بيكونوا معبين الدنيا، وبعد ما ضمطت له جرحه ارتاح شوي الحمد لله، وابونا هو عم يصلي مشانه سحب نومه. ادعي له. الله يشفي يا رب. اجوا رفقاتي؟ لا والله يا ابني. بعدنا الرهبان لهنيك وما لقوا حدا. ليكون يا ابونا ما عرفتوا القرنه؟ لا عرفناها. حتى بالعلامه في هنيك قبر. قبر؟ ايه قبر، بس كانه القبر جديد، المي لسه ما نشفت عليه. هذا اكيد واحد من الشباب استشهد امبارح ودفنوه هنيك. يلا بتسمحوا لي انا لازم امشي. لا يا ابني ما بسمح لك. ما فيك تمشي على رجليك انت. لا معلش ابونا انا ما راح امشي، راح اطلع على ظهري. يسلموا والديك. الله يسلمك يا رب. كتر خيركم، والله فضلتوا على راسي. دعينا سيدنا. الله ينصركم والرب يسوع يحميكم. دير بالك على حالك يا ابني. ان شاء الله. يلا بخاطر. لك وين رايح هاد؟ ما بيصير يروح، جرحه عم ينزف لسه. هذا الزلمه اللي حكيتي لي عنه؟ ايه هو. عفواً، عم تناديلي إلي يا أختي؟ أنت اسمك وضاح؟ إيه نعم أنا وضاح. تعرفها لعليا؟ عليا؟ لا ما بعرف حدا اسمه عليا. عليا هلأ لما سمعت اسمك غمت، أكيد بتعرفها. هي قالت اسمي؟ إيه إيه قالت وضاح. يلا بخاطركم يا جماعة وادعوا لنا، الرب يحفظكم. الله يحميكم. الله يحميكم. يلا بخاطركم. بخاطركم. مع السلامة. بعدنا تحميك يا رب. هيك لكان يا وضاح فندي. بدك تورطني مع الداخلية مثل لي الشباب الكسوة وهن بيطلعوا للضيعة. ايه بسيطة، كل شيء بوقته حلو. لك بس بعد هذا القصة انه وضاح وشاهر وباقي الشلة عرفانين اني عم بتعامل مع الداخلية. يا وضاح لو تعرف قديش قاسيت وتعذبت بغيابك.
بس بعمري ما كنت صدق انه بعيد الشر يكون صاير لك شيء. انت كنت عايش بقلبي، كنت شوفك كل يوم بمنامي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. المهم هلا اللي انت شو صار معك بعدين؟ هلا مو وقتها، بكره بحكي لك وبتحكي لي لحتى تقولي حالك. حتى بنحكي لاولادنا اذا بدي. اولاد؟ يبعت لي حمى ما قلت لك، نحن اجانا ولد. سطاكم بعرف، اهلك خبروني. يلا بكره الله بيعوضنا باحسن. امين يا رب. يلا قوم خلينا نروح. لا لسه بكير، بدنا نصلي صلاة المغرب. بعدين ما بدي فوت على الحارة بالنهار. ليش؟ بكرة إذا دروا أهل الحارة إنك جيتي كلهم رح يلتموا، النسوان بدهم يجوا يباركوا لك، ورجال بدهم يهنوني بسلامتك. ما بدي حدا يشغلني عنك بهالليلة. يعني ما بدك تخليني أشوف أمي وأخواتي اليوم؟ لا بتشوفيها، بتشوفيها بكرة. بعدين ما قلت لك إنه صارت منيحة وبتحكي وتمشي ولا أحلى من هيك. توبر قلبي شو اشتقت لها هي وأخواتي. يلا دوم وتوضى من هالنهار وصلي صلاة المغرب. بعت لي حمى لساتها عم تجعل؟ لا ما فيها شيء، بسيط. سلامة قلبك. تفرقوا شباب. الشيخ سلطان الطيار قليل من أمثاله، لك هجم لوحده على المدفع، قوص على الفرنساوية ومسك المدفع وزقته من فوق التلة. وما صار له شيء؟ شو ما صار له شيء؟ لما وصل على العشيرة ما قدر ينزل من على ظهر الفرس. ليش؟ لأنه الرصاص اللي أكله بجسمه نازل الدم كله على رجليه وملزقه على الفرس. يبعت لي حمى. وضح، قطي على وشك، قطي. يا ليش في حدا؟ في اثنين خيالي عم يطلعوا علينا. اي دخيل الله، بعاد كتير. مهم غطي على وشك احسن. ابو عجاج مورا. ابو نمر معيتك، شوف لي هالجماعة بيعرفوا شي عن عشيرة الشيخ وطاه. لعيونك ابو نمر. وضح، قلت لك غطي على وشك. شبرا كأنه هالجماعة شوام، مو هيك؟ اي والله لبسون مثل اهل الشام. ما بدي حدا يشوف. لقومي قومي قوم قوم تقدرني قوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله يا عم بدنا نسألك عن عشيرة الشيخ وضاح. عشيرة الشيخ وضاح؟ عمي وضاح؟ رشدي! وضاح! هذا أبوك! أوف 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 أوف. رشدي! لا رشدي! لا رشدي! أنا حبيبي يا رحمة! أبي! وضاح! أي وضاح! لك ان شاء الله الموت لقلبي يا عمري. ايدي الشر عن قلبك. رشدي ما سألناك، انت كيفك؟ كيفهم اهلك؟ بخير عمتي بخير، كلياتهم بيدعوا بسلامتكم. وامك ان شاء الله تحسني؟ الحمد لله عمتي صارت احسن. يلا يا بيقوم خلينا نروح على وظيفه عمك ابو نمر. يلا يو. هلا بدك تاخده؟ صار لي 10 سنين ما شفته. شب انا بخليه يسلم على الناس وبرجع لك يا، لا تخافي. خلص يا مو ما راح اتعوى. وام ابو عجاج يلا يا ابي. يا رب شكرك يا ربي. يا شبك تقبرني؟ ليش عم تبكي؟ انت زعلان مني شي؟ ايه زعلان. قولي على قلبي، وليه زعلان مني؟ انت ما تحبيني. مين قال لك انه انا ما بحبك؟ انا شفتك بعيني وانت تحبيني الرجال اللي كان عندنا.
تشكل قاسي إن شاء الله. أنت بتعرف من هذا الرجال اللي كان عندي؟ هذا ابني، ابني اسمه وضاح، صار لي سنين ما شفته، وليكو الحمد لله رجع. شفت؟ شفت الله قديش بيحبني؟ بس أنا ما حبيته، خفت منه بعد. يا عمري أنت، ليش خفت منه؟ شكله خوف، ستي قالي له حنا ما نبغى، خليه يروح عنا. لا، هيك بدي أزعل منك. وضاح ابني، وأنت مو بتحبني؟ لازم تحبي اللي ابني. لا لا، هو ما يبغى، خليه يروح عنا. خلص، راح نروح نحن وياه. واني انت ساب صفوان كبر، كبر كتير، صار اكبر من راسه، وان الاوان انه نحاسبه. الله حاسبه عمي. حاسبه؟ شلون؟ تقطعوا رجلي. قولي على قامتي، وشلون؟ لانه كان خاين وعوايني لفرنساوي، وهو وراي منشان يفتن على السوار قامن فجرت بمبة بين رجلي. يبعد لي حمى ان شاء الله. الله كبير يا امو، الله كبير. دخيل اسمه يمهل ولا يهمل. انا كل هالكلام ما بيشفي لي قلبي، صفوان لازم يدفع لنا حسابنا على الكامل. روي يا ابي روي، صفوان اتركوا علي، اساسا انا ناطره لحتى يطلع من الخستخاني، وسمعت انه طلع من يومين ثلاثه، فخليني لاوصل على الشام بفضاله. لا يا امو، الله يرضى عليك، مو ناقصنا مشاكل نحنا، بكره بتنحبسوا، والله ما سددت امتى رجعت لنا. يا امو صفوان اذانا كثير كثير اذانا. خلص تقبرني، بكفي اللي صار فيه، بكره بيقولوا العالم ليكو تمرجلوا على عاجز. يا امو ابن مين هذا الولد؟ هذا الولد ابن اخوه للشيخ وضاح، يا خطيه يتيم الام والاب. ايه ولينا يا امو؟ وضاح شايفوا هذا الولد؟ هذا ما بيترك لا بالليل ولا بالنهار، وما بينام الا بحضني، وما بيقول لي غير يا ستي ولا ابوك يا جدي. اي والله والله ما لي عرفان شلون بدنا نروح على الشام ونترك الولد هون. يوه عم فكر ناخده معنا. شلون؟ ايه مو رشدي قال لي انه صار في مدرسه بالحاره بنسجله هنيك بيتعلم القرايه والكتيبه. شو عم تحكي انت يا وضاح؟ ابو نمر بيحبوا لهذا الولد كتير كتير، وبعدين اخوه وموصي فيه قبل ما يموت. ما بصير يا امو، ما بصير، شو هالحكي؟ بعدين الولد بضله غريب، ما بصير تنكشفي عليه انت ورويدا. يو لا لك امي، ما بصير تحكي هذا الحكي، هذا الولد لساته صغير وما انه وعيان على حاله. ولو كان يا امو ولو كان، بكره بيكبر وبيتذكر كل شيء شافه بصغرته. ما قلت لي عمي بدكم ترجعوا على اسطنبول انت وسميحه والولاد؟ الله يرضى على اسمك صهري، سفر لهنيك ما بقى فيه، والله قلبي ما عاد يتحمل الفراق. لا تخافي مرت عمي، ما رح نرجع، رح نضل بالشام. البلاد طلبت اهلها وبدك ترخص لنا يا اخوي يا ابو نمر. لس بدي اخوي ابو وضاح. ايه والله اذا سمحت، اذا سمحت يا اخوي ابو وضاح. انا ما عندي مانع، مرني تعودت على مجالستك يا اخوي، واظن ان فراقك لا بدي يكون صعيب عليه. يعلم الله هديش أنا مستصعب فراقكم، بس يعني يا أبو نمر مثل ما تعرف الله سبحانه وتعالى رجعنا وضح بالسلامة، ورجع رافع راسنا وما هو خائن. راسك على طول مرفوع يا أبي. وانا شهد. إيه بالله، إيه بالله، صدق. تسلموا. بعدين أخته وجوزها وولادها اجوا من تركيا، يعني لازم نروح نشوفهم، وبعدين ما عاد في سبب يبعدنا عن الحارة، مشان هيك يعني لازم ترخص لنا قبل نرجع. ايه ما يخالف، بس حق وضاح ورفاقه علينا ثلاث ايام. صدقت ابو محارب معه حق. هي مو بيناتنا عمي، نحن مالنا ضيوف. تشكل قاسي ان شاء الله، تقبل عظامي، والله ماني عارفه شلون بدي اقدر اروح من غيرك. انا دخيلك يا ابو نمر، دخيلك، قولي له لابو نمر بركة دم يخليني اخده معي على الشام، بسجله بالمدرسة هنيك بيتعلم القراية والكتيبة. اي وش عليه، الحين كلمة بس ما حكيت ان بو نمر يوافق، الولد امانة برقبته. الله يوفقك، اعملي جهدك، قولي له بتقلك اختك ام وضاح الها هالطلب عندك. خلص يا خيا، الحين كلمة
وإن ما وافق حنا بعد شهرين بإذن الله ناخذه ونجي عندكم. أنا ورشدي رح ناخذ الوالد والوالدة ونتيسر على الشام، وأنتوا بتعملوا مثل ما قالكم عمي أبو نمر، وهي الشيخ نمر معاكم. ولا يهمك يا أخوي، أنتوا تيسروا على بركة الله وما عليكم من النشامة. أنت خذ عمي ومرت عمي وروح ولا تشغل بالك بنوب. عم الشيخ. علامك يا ولد. عمتي أم نمر تبغى تشوفك الحين، الأمر ضروري. ارخصوا لي يا رب. الله معك. يلا بترخصوا لنا يا جماعة. مع السلامة يا ولد. خاطركم. يا رب كم خطر. بس وش هالكلام اللي تقولينه يا حرمة؟ انت تعرفين ان الولد امانة برقبتي. ادري، بس اختك موضح تقول انها تريد تاخذه المدرسة بالشام يتعلم القراية والكتابة، وترى العلام زين. صحيح العلام زين، بس الحرمة ما نشفت دمعتها وهي تبشي. زين خلها تاخذ، بس حين تنتهي المدرسة تجيبوه لها. زين يا شيخ. يا بخليه بروحي يا سيدي، يا بخليه بروحي. قولي على قامت قلبي انا. يلا يا مو. موضح الشيخ بو نمر رخص لك انك تاخذين فيصل معاتش، بس بشرط يجينا بعد ما يخلص من المدرسة. لك الله يبشرك بالخير. خلاص وعد مني، بس تفوتس المدرسة رح خلي وضاح بذات نفسه يجيبه لهون. فضة عانت يا عمة، جهزي فيصل للسفر. انبسطت؟ يلا تقبرني. يلا يا مو. شو بدك تقبرني؟ شو بدك فيه لحتى تاخذيه معم منك وتحملينه مسؤوليته؟ لا لك امي، الله يخليك. حاسه قلبي رح يطلع من صدري ايش كان ما اخذته معي. كله صاير بيشبه بعضه. كرم الله لك نوري تذكر منيح. طب شوف هي الشجره والله كبيره، بركه تكون هي. والله شبه يا معلم، يمكن قربنا منها. الله لا يسامحك يا نوري على هالعمله. لك شلون بيطوعك قلبك طفل مثل هاد تتركه بالبريه؟ يا ريتني ما دريت بهالقصة كلياتها. والله إذا ما لقيناه لتضل حسرة بقلبي لبعد ما أموت وصير تحت التراب. وحد الله يا معلمي، وحد الله. أكيد بيكون في شي حدا من الضيعة لقاه ورباه، وإن شاء الله الله بيجمعنا فيه. يمكن حطيته عند هي الشجرة هنيك. قديه صار لها؟ يعني صار لها شي 10 سنين. مزبوط. شلون مزبوط؟ يعني شفته للولد؟ اي نعم. بوس رجليك دلني على مكانه. والله يا ابني ما بعرف وين صارت اراضي. انا يوميتها كنت عم اشتغل بهالارض، شفت جماعه بدوا معهم ولد صغير بدك تقدر عمره شي شهرين ثلاثه. ايه هاد هو. سالوني هالجماعه اذا هاد الولد النا او بعرف اهليته. ايه قلت لهم هالولد مو النا ولا بنعرف اهله. طيب وبعدين؟ قاموا سالوا هالفلاحين اللي عم يشتغلوا بهالاراضي، ما حدا تعرف على هالولد، قاموا اخذوه وراحوا. طيب قالوا لك من اي عشيره هن؟ والله ما بعرف، بدك تعف عني ما سالتهم، بس راحوا هيك من ناح بحر العتيبه. ايوه انت عقيد مثل ابوك. ليش انت بتعرفه لابي؟ لكان بعرفه. ابوك كان من الزلم المعدودين بالشام كله الله يرحمه. بدي اياك تطلع مثله تمام. ايه بس انتوا ساكنين جديد بالحارة. ايه بدك تعرف شلون نحن ساكنين بالحارة. لك هاي قصة طويلة لك ابني فيصل، ابقى احكي له نحن شلون سكننا هون بالحارة. ايه يلا سيك خذ يا بي سيك. لا انا ما بدي. ليش؟ انا ما باخذ من حدا مصاري. ايوه ايه شو عليه؟ لا في صرف هيك. هلا لما تطلعوا على الحارة دفعنا الضيف يا الربع، دفعنا الضيف. تفضل يا هلا. هلا بي
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعدي انا ما بستاهل عيش والله بستاهل عيش. بعدي يا معلمي انا الحياة ما بقى تاني في شيء بعد اللي سويته. قوم لك نوري قوم. كتر خيركم يا معلم وضاع، انتوا فضلتوا على راسنا وسترتوا على عرضنا ونحن ما اتيناكم. امر الله يا نوري، امر الله. المكتوب على الجبين الا ما تشوفه العين. شو يعني؟ راح الولد معلمي؟ إذا كان إلا اسمي فيه منلاقيه. وين بدنا نلاقيه؟ صار لنا 10 أيام ما خلينا عرب إلا وسألناهن عنه. حتى النور سألناهن عنه. امشي امشي، خلينا نروح نسلم على الشيخ وضاح ونرجع على بلادنا. أنا سلمت أمري له. يا رب ونعم بالله ونعم النصر يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. الله هلا هلا يا وليد. هلا هلا يا وليد. وهي هي قصتنا من الأول للآخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن متى صار هذا الشيء؟ يعني والله يا عمي بدك تقول من شيء 8 سنين. 8 سنين؟ اي نعم. وانت يا ولدي تعرف الشجرة اللي حطيت الولد تحتها؟ والله يا عمي ابو نمر، من شي 10 أيام مرقنا انا والمعلم وضاح من هديك القرنة. والشجرة بعدها بمكانها ولا مقطوعة؟ والله من كتر الشجر اللي هنيك ما قدرت اعرف. عين خير يا ولدي، عين خير. الله وكيلك يا عمي ابو نمر، ما خلينا عرب وما سألناهن عنه، ما كنا نلاقيه. بسيطة يا ولدي بسيطة. يا مرجان. يا عونك يا عمي. أظن ضيوفنا تعبانين وبيهم نعس، خذهم خلهم يرتاحون. تامر يا عمي. إيه والله يا عمي لازم نرتاح وننام، بس كأنك سمعان شيء. عين يعني. خير يا ولدي، والصباح رباح، وصير خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. يلا تصبحوا على خير. أمان الله. يلا تصبحوا على خير عمي يا ولدي. السلام عليكم. عشرة يا عمي. وش رأيك باللي سمعته يا أبو محارب؟ تقصد فيصل يا شيخ؟ إيه فيصل. ترى والله مو بعيدة يا أبو نمر. والشجرة اللي يقولون عنها هي نفس الشجرة اللي لقيته فيصل تحتها أنت والمرحوم مخلف؟ والله ما أدري يا شيخ، حنا لقينا الولد تحت الشجرة، بس هي نفسها ولا غيرها الله أعلم. وش بنسوي الحين؟ الشور شورك والقول قولك يا شيخ. والله ما أدري وش أسوي يا أبو محارب. المرحوم خله فيصل أمانة برقبتي، والأمانة ما شالتها الجباه. السموحة منك يا شيخ أقول رأيي. سم. ما أبو دليل يثبت إن الولد ولده، وبحيث إنه ما أبو دليل كافي ما نقدر نعطيهم إياه. ومثل ما أنت عارف يا شيخ والربع عارفين، الولد حنا ربيناه وصار ولدنا. زين، باكر نشوف إن كان عندهم دليل وصير خير إن شاء الله. يا ترى شو بيقصد الشيخ وضاح؟ كأنه بيعرف شي عن ابني. لك نوري؟ نوري؟ ايه معلم. هلا انت خير. حسيت بشي من كلام الشيخ وضاح؟ شي مثل شو يعني معلم؟ هلا انا حسيت انه هو بيعرف شي عن ابني، انت حسيت بهيك شي؟ لا، بس هدول اللي بدو هيك، يعني ما بيحبوا يطعوا الامل بوش الواحد. وهذه هي السالفة يا ابن عمر. يا عون طلّة، فيصل طلع ولد وضاح؟ والله صدق من قال الدم ما يصير موية. وش قصدك يا حرم؟ قصدي فيصل أم وضاح من ساعة ما شافها قلبه تعلق بيها، وهي حنت عليه مثل ما تحن الأم وحيدها. وضاح عرف إن فيصل هو ولده؟ لله، ما به دليل كافي ان الولد ولده.
والله قلبي يقول إن الولد ولد وضاح. الولد أمانة برقبتي يا حرمة، والله ما أدري وش أسوي. أنت بيّن لك إن الولد ولدهم تنطيهم يا وتعلمهم بالسالفة. وصات أخوي المرحوم مخلف. المرحوم مخلف وصاك بولد ماله أهل؟ يا بالله. والحين طلع له أهل، ولو كان المرحوم مخلف عايش كان سلم الولد لهالو. يا ويل عقلي بأمه يا ويلي. وأنا ما هقيت إني أقدر أعيش بلي فيصل. ما يخالف، الشام قريبة، وكل ما نشتغله نروح نتطمن عليه وعلى خويك بوضاح وعياله. أنت تقدر تخبي الحقيقة على خويك بوضاح؟ لله ما أقدر، بس مثل ما علمتك ما بدليل إن الولد ولد وضاح. أنت عندك شك يا أبو نمر. والله ما أدري وش أقول يا حرمة، ما أدري وش أقول. يا أبو نمر، ها الحين تذكرت شيء. وش هو؟ المرحومة أم فيصل وهي عفراش الموت وصتني بفيصل وانطتني حلقة، وقالت إن هذه الحلقة كانت بهدوم فيصل يوم المرحوم مخلف لقاه. وين هالحلقة؟ الحين أجيبها. نوري؟ ايه معلي؟ هلا الشيخ وضاح ما قال لي صباح رباح وعين خير؟ ايه بلا هيك ها؟ شفت شلون؟ بس شو بيقصد يا ترى؟ الله اعلم، بس يمكن كان عم يحكي هيك مشان يكسر عليك معلي. لا، معناته في شي بده يقولوا لنا اياه الصبح. هدول البدو ما بيحكوا الكلمة إلا إذا كانوا حاسبين على التكة. إن شاء الله يا رب يكون في عنده أخبار عن نمر. بس يا خوفي تكون الأخبار مو منيحة. لو في شي منيح كان حكالك نوري. أنا شايف إنه الشيطان الله يخزيه عم بيوسوس لك شكال الوان. تعوز من الشيطان وتفائل بالخير معلم وضاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوم لك نقوم، خلينا نتوضى ونصلي الصبح ونروح على المضافة. يلا. وهذه هي الحلقة يا أبو محارب. جيد، وهذا دليل كافي يا أبو نمر. إيه بالله، إن كان وضاح وهلو تعرفوا على حلقة يكون الولد ولده، وإن ما تعرفوا عليها يكون الولد ما هو بولده. صحيح يا أبو محارب، بس الزوم ناصل للي نبيه، من غير وضاح ما يعرف شيء عن السالفة. وش تقصد يا شيخ؟ أقصد الزوم وضاح وهلو ما يعرفون شيء عن فيصل إلا عقب ما يتعرفون على الحلقة. وليه؟ لجل ما نزرع عندهم أمل وعقب يخيب أملهم. إيه بالله صحيح. زين، خلها علي يا أبو نمر. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباح الخير. يا حي الله. تفضل. صبحكم الله بالخير. الله يصبحك بالخير يا عمي أبو الضاح. يا ولد يا عمي. هو يا ولد. وأنتم يا الشوام تعرفون الذهب من النحاس. وابغاك يا ولدي تعرف لي الحلقة هذه ذهب ولا نحاس. فيكن البركة يا عمي. علامك يا ولدي. عمي انتو هي الحلقة منين جايبينها؟ وليه تسأل؟ علامك يا ولدي به شيء؟ الحلقة ذهب ولا نحاس هو؟ ذهب. علامك يا وضاح، عسى ما شاء. عمي انتو بتعرفوا شي عن ابني ومخبيين علي؟ حنا بالحلقة الحين، وش جاب سالفة ولدك؟ عمي هاي الحلقة شو جابها لعندكم؟ يا وضاح انت شايف هالحلقة قبل الحين يا ولدي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. قل يا ولدي قل. بدي اعرف هاي الحلقة شو جابها لعندكم بالاول. وليه تسأل يا ولدي؟ عسى ما شاء. والله ما بعرف إذا خير ولا شر. تطمن يا ولدي، خير بعون الله. هاي يا ولدي علم، ويش السالفة؟ هاي الحلقة أنا مفصلها تفصيل عند الصايغ لحرمتي، حتى هذا الدبوس صلحته فيها وقت انقطعت، وحتى اسمي مكتوب عليها. إيه بالله إنك صادق. عمي هاي الحلقة كانت معلقة على انداءة ابني نمر وقت نوري حطه تحت الشجرة. موجه عليكم الله ورسول الله تقولوا لي منين جبتوها، لأنه هاي الحلقة رح توصلني لأبني. أبشرك يا ولدي
ابنك بخير. ابني؟ اي ابنك. ابني عند منكم؟ كان عندك وراح. لوين راح؟ تعال يا ولدي، تعال اجلس. عمي يا ولدي ابنك بالشام. عالشام؟ اي فيصل. فيصل هو ولدك. فيصل؟ ايه فيصل. فيصل ولد عمي مخلف. هو اللي بوضح يبا؟ ايوه. واشهدوا يا الرب. فيصل لهب ذمتي امي تناقة من النونقة المغاتير. هذه وصاة اخويا المرحوم مخلف. فيصل! يامو! فوت يامو فوت، ما في حدا. فيصل يامو! فيصل! يا شو بو فيصل؟ يامو فيصل! فيصل! وضح! لقيته لنمر ولا لا؟ لك يا فيصل! شو بدك فينا الصبي؟ فيصل! 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 هي قالت لي انطيني بوسه. ابني يا ابني. حمدا على النعماء. شو يا ابني؟ شو يا ابني؟ فيصل نمر. يا رويدة فيصل هو نمر. يا الله فيصل فيصل هو نمر يا مو. لا لك شلون؟ لك شو عم تحكي انت؟